السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده رود ماب تو كرييت ذا ايديال او تشتر كونستراكشن ايكو سيستم فور دبي. دبي عاملة نظام معين لتبني البيم بشكل قوي جدا، وعاملة خطة معينة، وعاملة ان في شهر كذا نعمل كذا، في شهر كذا نعمل كذا، ودي طريقة تبني البيم سواء لدولة او لشركة. فهتيجي هنا وهتلاقي هنا الكرنت ستيت، الوضع الحالي، وده الوضع اللي عايزين نوصل له في المستقبل، وبقسمهم لأجزاء. دي مثلا الجزء بتاع الليدرشيب اند جوفرنمنت، ايه الخطوات اللي نعملها كل فترة، بحيث ان انا اقدر اجي مثلا على دوت، تمام، واكتشف واقول مثلا ان هو هيبقى منديت ب 2021، هل اتحقق ولا لا، وهكذا. ففي خطة موجودة ومعلنة، واي حد يقدر يشوفها ويطلع عليها، بحيث ان على 2023 يكون وصلنا لمستوى مطلوب او مستوى متقدم في البيم. اي دولة عايزة تتبنى البيم لازم تعمل حاجة زي كده خاصة بيها. ده خاص بالامارات، فانت ممكن تاخده وتعدل فيه شوية بحيث ان انت توصل للمستوى دوت. يعني مش لازم تبدأ من حسب ابتدى الاخرون، ومش لازم تاخدها كوبي بيست، لا، تبدأ تشوف في الوضع الحالي بتاعك وبعد كده تقدر تعدل فيه لحد ما توصل لفكرة تبني البيم. ده بالنسبة للدول. وبرضو احنا كنا عاملين خطة لتبني البيم في الشركات، لان كل شركة بيبقى لها وضع خاص بيها وليها الاستراتيجية اللي ممكن نتبناها.